هم ما راح يشتركون بالانتخابات. لا بس الوطنيه تشترك اللي هي جزء من الجبهه. دكتور اسمح لي اسالك بسؤال، انت معول على الوطنيه واول سابقا على العراقيه، خلقت سياسيين صدرتهم للعمليه السياسيه لكن سرعان ما يقلبون على اعدادهم. لا والله بالعراقيه ما قلبوا. ليش قلبوا؟ شفناها مباشره العراقيه. لا العراقيه شلون بعدين طبعا الانصار حتى قتل وسطوا التحقيقات قتلوا اكو ناس قتلوا واتهموا بقتل ناس يعني اعتقالات قامت على قدم وساق يعني صار الهجوم علينا هجوم ساحق بصراحة. نوابك مو مخلصين لك دكتور ليش؟ في بعض مو كلهم طبعا ما تحدث بالعموم لكن نواب اللي يصعدون باسم اياد علاوي. لا لا اكو تدرين اكو مثلا احكي لك خاصة بال 2018 يعني طلعوا ناس هم الظاهر مبيتين ميتين الخروج مال اليوم اللي طلع فاز باسمنا إغادة استقال بطل راح قلب ملوثين وفاسدين ولهم غايات خاصة ما أعرف ليش. احنا عندنا ثقة بالناس فمن يجون يقول له نريد نشتغل وياك يقول له تعال يا بتفضل احنا وصلنا احنا هاي مبادئنا. نواب الوطنية اليوم راح يشتركون بالانتخابات ثقتك عالية بيهم دكتور؟ لا 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 شلون؟ نواب الوطنية راح يشاركون بالانتخابات بهذه المرحلة أيه. ثقتك عالية بهم؟ والله الأغلبية ثقتي عالية بهم واختيار صار أدق من سابق. كلهم أصحاب مشروع وطني؟ كلهم مو مبيتين شيء بنفسهم؟ لا 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 ما أعتقد مبيتين. لا طيب إذا تمت الانتخابات بموعدها راح تكون من ضمن المقاطعين أم المشاركين؟ أنا شخصيا كتلتك. لا انت ما مرشح عن اي دائره؟ لا انا ما مرشح ولا ارشح ولا اقدر ارشح ولا اريد ارشح ولا لي رغبه ان ارشح ابدا. لكن الوطنيه راح تشارك؟ راح مشاركه اذا انت لانه ده تدعو لمقاطعه الانتخابات او تاجيلها. اي فراح تكون جزء اذا تم. احنا اليوم شاهدنا اجتماع قررنا ان نراقب الامور ونحدد فيما اذا وصلت الامور الى طريق مسدود قاطع الانتخابات. إذا شفنا أكو مجال لتحسين إذا أكو بصيص أمل نخليها بس جيد. بس الجبهة لن تشترك بالانتخابات. جيد بقى عندي أقل دقيقة دكتور وأنا ما سألتك عن لجنة السيد الفريق أبو رغيف أكثر نقطة تحدثوا بها السياسيين شنو رأيك بطبيعة الاعتقالات القضاء على الفساد اللي بيتم خلال هذه اللجنة؟ والله ما أدري يعني ما أتنطلع عليهم بس أبو رغيف رجل فاضل خوش علمي هسه عليه ضغوط ما عليه ضغوط الوحده ويا احد ما اعرف عنه. راح يستطيع محاربه الفساد لا لا المستويات لا لا ما يقدر, ما يقدر ما يقدر فساد عيني صار معشعش هنا بالعراق فاسدين يقتلون ما ينقتل يقتلون. لا شنو فائده وجود هكذا لجنه؟ هاي محاولات بس هاي المحاولات ما تكفي شيء مو والله تعال حققوا يا الناس هذا بايق وهذا مو بايق. أولاً لازم يصير وفق اتجاهات قضائية واضحة. ثانياً لازم يصير بحسابات يسموها حسابات جنائية فورنسيك اوديتنج يعني حساب جنائي فيما يتعلق بالأموال اللي دخلت للعراق واللي كيف صرفت. تدقيق جنائي حسابي. هاي مثل الشركات او اللجان او المستشارين اللي انت تريد تستخدمهم سابقا. شركات زين سويها شركات. وثالثا وضع الملفات العقود ومعالجتها بطريقه غير الطريقه السائده الان. ما كل وزير بكيفه او يجي يوقع. لجنه اقتصاديه عليا تتحدد احنا حددنا 5 مليون ضمن لجان الوزاره. بس موافقتنا رئيس مجلس الاعمار اللي كان برهم صالح الاخ برهم صالح فهمت الرئيس وما زاد عنها يروح الهيئه الاقتصاديه العليا بالبلد. انت تريد اعاده تنظيم يعني ده اسوي الواقع الحالي طبعا اعاده تنظيم عايشون.